أما في التطورات الميدانية، تتصدى المقاومة الشعبية والجيش الوطني لمحاولات ميليشيات الحوثي والمخلو صالح إعادة حصارها الكامل على تعز من جهة الغرب، وكذلك عزل جبهة الضباب. وفي الجوف، سيطرت قوات الشرعية على إدارة أمن مديرية الغيل الحدودية مع محافظتي صنعاء ومأرب. محاولات مستميتة تبذلها ميليشيات الحوثي والمخلو صالح لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض قبيل الهدنة المقبلة وانطلاق المفاوضات في 18 من هذا الشهر. الميليشيات تسعى إلى إعادة حصارها الكامل على تعز من جبهة الغرب، وتحاول عزل جبهة الضباب. وقد صعدت هجماتها المتكررة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبهة كرش والوازعية وذباب على امتداد الخط الفاصلي بين محافظتي لحج وتعز. مصادر ميدانية أشارت إلى أن الميليشيات تحاول باستماتة استعادة السيطرة على مواقع كانت خسيرتها خلال الأيام الماضية، والزحف باتجاه الخط الرابط بين تعز وعدن لقطعه في منطقة هيجة العبد جنوب مدينة التربة. فيما تمكنت المقاومة من صد هجوم للميليشيات غرب جبهة كرش على الطريق الرئيس الرابط بين عدن وتعز من جهة الشرق، كما أن المواجهات مستمرة في جبهة الوازعية. وفي الجوف، سيطرت المقاومة الشعبية والجيش الوطني على إدارة أمن مديرية الغيل الحدودية مع محافظتي صنعاء ومأرب، وتم قتل العشرات من الحوثيين إضافة إلى عشرات الأسرى. وقامت قوات الجيش الوطني والمقاومة بتأمين جميع الطرق الرابطة بين محافظات الجوف ومأرب وصنعاء في خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمعركة استعادة صنعاء. وعلى الحدود اليمنية السعودية، تحدثت الأنباء عن انهيار الهدنة في جازان وتجدد المواجهات في ظل قصف مدفعي وصاروخي. ولمتابعة التطورات الميدانية في تعز، معي من تعز الشيخ عارف جامل، نائب رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة في تعز. شيخ، أهلا بكم معنا. هل يمكن أن تطلعنا على أبرز التطورات وأين تتركز الاشتباكات في تعز الآن؟ اهلا وسهلا بكم. بالنسبه للوضع بالنسبه للمدينه، كانت هناك اشتباكات طولة في امس على الجهه الشرقيه في جهه تعبات، وفي ايضا في الجهه الجنوبيه جهه صبر، لكن المحور المشتعل بشكل اساسي في منطقه الوازعيه، وربما هناك تقدم بعض على بالنسبه للميليشيات الحوثيه. وهذه المنطقه تعتبر خطيره جدا، اذا تم الاستيلاء بشكل كامل على الوازعيه سيكون هناك تقدم بالنسبه لهم. الان يحاولوا التقدم الى جبل راسل، ومن ثم الى بني عمر، ومن ثم يصلون الى خط التربه تعز. طب بالمقابل، هل هناك تعزيزات من قبل طبعا المقاومه ومن قبل التحالف على هذه الجبهات بالذات؟ طبعا هناك بالنسبه للمناطق الواجهه، هناك مشايخ بعض الوجهات، بعض القبائل هناك المتواجده هناك يعدون امورهم، لكن هم بشكل اساسي بحاجه الى الدعم وبحاجه الى المسانده. المحور بشكل مهم جدا، مثل مهم بالنسبه كان على مستوى محافظه عدن او مستوى محافظه تعز. لذلك نحن شيخ نسال، هل هناك من تعزيزات جديده تتوجه الى هذه او الى هذا المحور بالذات؟ هناك بعض التعزيزات هي من جهه الضباب، لكن في راينا انه لابد من تدخل سريع بالنسبه لقوات التحالف بشكل قوي، لانه في الوازعيه ظلوا اكثر من 5 ايام وهم يطالبون، كانوا في نقص حاد بالنسبه للذخائر، ذخائر الدبابات، ذخائر الاسلحه المتوسطه. ايضا هناك طريق اخر، يعني ربما التحالف في الفتره السابقه طرحنا نقطه مهمه، وهي ان يتم التحرك عبر خط التربه تعز، وهو خط مفتوح، وهذا الخط يعتبر مهم جدا. وطلب المقاومه في تعز، طلبت من القوات في التحالف ان يتم التحرك على هذا الخط. هذا الخط سيقطع على قوى هذه العصابة أي مخطط أو أفكار بالنسبة لخط التربة تعز. طب بالنسبة للأوضاع الإنسانية، هل يمكن أن تطلعنا عليها شيخ عارف؟ الأوضاع الإنسانية هناك سيئة للغاية، أسر نازحة بالنسبة لهم، الآن هم في المدارس في أماكن. أيضا عصابة الحوثي لا تتوانى عن قتل المدنيين وعن تهجيرهم عبر القصف العشوائي والقصف المركز بقذائف الهاوزر والمدفعية. شكرا. أيضا من مسألة استغاثة للأهالي المتواجدين في هذه المنطقة. شكرا لك الشيخ عارف جامل، نائب رئيس المجلس التنسيقي للمقاومة في تعز، كنت معي من تعز.
نبقى أيضا في اليمن، حيث ظروف صعبة تعيشها النساء في هذه المحافظة، طبعا أي محافظة تعز، التي تفرض عليها ميليشيات الحوثي حصارا خانقا. فبسبب انعدام المياه والكهرباء والغاز أيضا، اضطرت النساء إلى اللجوء لطرق تقليدية لتوفير لقمة عيش لأطفالهن. صرخة استغاثة من بين أنقاض ما تبقى من تعز أطلقتها نسوة يمنيات علها تصل آذانا صاغية. أم محمد وغيرها من النساء يعانين الأمرين، وهن يحاولن تقديم أبسط المتطلبات من غذاء ولباس نظيف لأطفالهن، لكن الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم. لا غاز، لا ماء، لا كهرباء، تعبنا، تعذبنا من حطبنا، مسيئبنا بفوق رؤوسنا. ما تطالب به أم محمد وغيرها من النسوة يبدو توفيره صعبا في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على تعز. فظروف الحرب الدائرة جعلت غالبية السكان الذين اختاروا البقاء على النزوح يعانون ضيق المعيشة، ما أجبر الأهالي وخاصة النساء على اعتماد طرق تقليدية إن لم نقل بدائية لتوفير لقمة عيش أصبحت صعبة جدا. من أول ما تصحى تبدأ تبحث عن الماء، كيف تجيب الماء، كيف كذا، كيف كذا، كيف، ثم بعد ذلك تبدأ في عملية إيش، تحمل هم العيال، هم البيت، غسيل باليد، كهرباء مش موجودة. ما تعانيه النسوة في تعز من ضيق العيش تعانيه كثيرات في المحافظات اليمنية الأخرى التي جرت عليها الحرب، فلا كهرباء ولا غاز ولا مياه، ما اضطر كثيرات منهن لقطع مسافات طويلة لإحضار الماء والحطب لطهي طعام أصبح طعمه ممزوجا بمرارة معاناة علها تزول قريبا. هنا محمد بخشم، العربية.